خويا نقول لك ازيك ولا نقول لك شنو احوالك ولا شنو اليوم في الصباح نعرض عليك من الكل خريت سور ان سيت ايجيبتيان دي كونتاكت تري افونسي مع زمالك جو سي با فما منها فما منها ديجا هي فما منها صحيح زمالك يحكيو على زمالك يحكيو على سي اس اس يحكيو على سي بي يحكيو على ايطوال برشا حكايات اي سي فري معناتها ذاك كله مش معناتها مش خيال معناتها صاير بقينا انا ما خديت انجاجمون مع حتى جمعيه باش الناس الكل تعرف معناتها وقلت لهم ديجا قبل ان عمري ما نتعدى الاسبيرونس معناتها المسيرين نتاعها انا الشو دو كور سي الاسبيرونس قبل كل شيء قلت لهم انا مش اول مره تو نقولها معناتها ديجا قلت لك انك تعرف اللي صبر حدود فهمت تو انا مازلت في الاسبيرونس حتى ل 30 جوان بعد كيف اسباسي لازم برشا ناس تفهم اللي راهو مش من وليد يجري وكذا انوفاسيون تاع العجينه في اليوم تاع رات ما تخليش وليد شوكر يزيد اكثر يطيح شويه معاهم فماش مشاكل ما عرفش انا مشاكل بينك وبين الاداره شنو هي الناس الكل تحبك ما تخليش وليد يعاود مع اسبيرونس والله قلت لك صافي بليزير كنشوف معناتها الناس كيفاش تتصرف معايا كيفاش تخدم كيفاش اليوم في الستاد فريمون معناتها جافي لا شير دو بول فهمت اما كيما قلت لك راه فما فرق بين العاطفه وبين المستقبل معناتها واحد كارير الي اون جو فما برشا حاجات تدخل ان كونسيدراسيون بالنسبه ليا مع عمري ما كنت كونتر باش نقعد في الاسبيرونس ومع عمري ما حكيت معناتها حاجات اللي سمعتهم ديرنييرمون وليد يحب يرجع يلعب تيتولير وليد راه الاسبيرونس تقف على حد راه على وليد ليشري ولا حتى على مارادونا فهمت الاسبيرونس من عام 1919 موجوده واي جوار راه يجي باساجي ويمشي يقصد ربي دونك كما قلت لك قعدي ولا خروجي راه عمره ما باش يغير حاجه كبيره بالعكس الاسبيرونس ديما تقعد كبيره فهمت من المشكله صغيره فما بينك وبين الاداره في المونطون تاع الكونتراتو الجديد مش مونطون ما حكيناش في حتى ديتاي المشكله برشا الناس تتكلم مونطون ما حكيوش معايا ليه حكي معايا حد ما حكي معايا حد تو ما حاب يحكي معك حتى حد تو ما حكي معايا رياض ما كلمكش كما قلت لك كانت فما كما نقولوا دي بروميس وانا راهو جي معناتها جي ريان افوار مع الحكايه هذيا ما نحبش الناس تقول هاو جاي اليوم باش راهو مش بو بارتير معناتها ما نقعدش في الاسبيرونس انا جيت على اصحابي اليوم وحبيت نكون معناتها راجل اخر دقيقه مع الجمعيه اللي بالحق معناتها كي استحقتني لقاتني وانا زاده بارك الله فيهم معناتها مريت منهم كان الخير ومن بعد اللي باش يصير راهو نحب معناتها ما نحبش الناس تقول اللي راهو وليد جاي اليوم باش يعاود مش هذيا المساله خاطر انا جيت ديسو واليوم جيت باش نعاون صحابي معناتها اكثر من اي عبد اخر فهمت